السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وين ما كنتم. هاي طيور الجولدن فينش والكناريات اللي صغار كانن موجودين، والحمد لله هم بخير. هسه ذول اثنين وكناري، وذول على ايدي الباقين، وظليت ما افتح لهم اني الشباك لان خفت عليهم يروحون، ووقت شتاء وباردة هنا ومطر، مساكين اذا طلعن برا يموتن. وحركتهم صارت نشطة، وخاف عليهم يبعدن، وهنا انا كغربان عتهم هواي، وصقور جارحة بانواعها، والغراب ياكلهن، والعقعق ياكلهن، يعني اي حيوان، اي عتم طيور مفترسة، الغربان والصقور. فاخاف عليهن يخسرن حياتهن يعني خطية. فلهذا الشي حافظت عليهن، وجاينا شتاء هنا، شتاهم بارد وقاسي، ثلج ومطر وضباب، فهم خلينا نتونس وياهم هاي الشتوية. وهم احافظ عليهم هذول الكناريات، وذول الاخوتيتي الاربعة، هم هسه جوعانين. اذا جاعوا ذول الجولدن فينش شوية ما عندهم ازعاج، بس ولكن الكناري اذا جاع، هذا الصوت تسمعوه، ما يسكت، يسطرن سطر، يموع اذاني. هم ذولا فول الافه، فول الافه، يعني ما بهم يعني اي شيء يعني وحشي ما بهم، لان انا حتى اذا علمتهم توهم ياكلون، ما انطيهم باكل ماعون وحدهم ياكلون، الا بيدي الزم الطاسه واوكلهم. وهم راح اصور فيديو الهن، وهم اصور حتى اللي يريد يسوي طيور اليفه او فد شي، من يضلن ياكلن لازم تخليهن ياكلن هم من ايدك، وجبات الاكل مالتهن من اليد، مو تخليهن يتعلمن ياكلن ماعون او طاسه انت مخليها الهن، لازم يتعلمن هم بيدك ياكله. اللي عنده استفسار خلي يقوله، واللي عنده نصيحة هم خلي يقولها، بدعم القناة بلايك واشتراك وفعل علامة الجرس ليصلك كل جديد. في أمان الله.